دلوقتي احنا على شط البحر وفرعون يأتي بجنوده وهم قالوا لسيدنا موسى إننا لمدركون. التوراة بتشير ان هم كانوا عايزين يرجموا سيدنا موسى في اللحظة دي. طبعا. مين بقى صاحب فكرة الراجل دي؟ ما تستبعدش ان هو هو بص حاجة، هو اصبح بين بني اسرائيل كده كالشيطان وسط الجن. يعني نشاز ان بدأ ان تاخدوا الغيرة حتى من سيدنا موسى. وخلي بالك من حاجة، ان هو كان في مقام كان ممكن يصبح من الاولياء. يعني ولكن اختار سكة بلعام بن بعوراء اللي هو في النهاية عايز ياخد الاثنين. ان انا اخد الخير والشر معاه واعمل الاثنين ولقوا يبقى ربنا راضي عني. مش ممكن. ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. فبس اللقطه دي حق لازم نقف فيها برضو لانها مهمه جدا. دي بتعيد تربيتنا على العقيده عشان نضاد الشغل اللي ملأ النت واجهزه التواصل بالعبثيات بالرعب اللي عمالين يعملوه من مخلوق ما هوش اسطوري. مخلوق بياخد بالاسباب زيه زيك، ممكن يتقدم عنك في شيء انت تتقدم عنه بذكر لله تبطله كل شيء حضرتك باسباب من اسباب الله. امال سيدنا المهدي هيقهره ازاي؟ ده هيخليه يلطم حضرتك لان جهد القرون راح حضرتك. ان المشهد نفس القران العظيم بيصوره تصوير عجيب جدا اللي هو فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. هم شايفين بقى العفار بتاع الخيل اللي جاي عليهم. وكمان قطعا في انباء تواترت، وانت عارف الاشاعات في العوالم دايما سريعة. تمام. ده كمان الفرعون بنفسه جاي. وده كان راجل رهيب. يعني يوم ما نكشف عن شخصيته للناس بإذن الله الناس هيحصلها حالة ذهول يعني، وهيجدوا مصداق القرآن العظيم عشان يزدادوا يقين. مش يقين بس، فخر باننا بيوم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ادراكم ما سيدنا محمد صلى الله عليه واله؟ ويعلموا بقى علوم آل البيت اللي هي اصلا وصلتني لهذا. يعلموا الحقيقه قبل حضرتك، يوم يعرفوا ان لا هم دول الساده وهم دول القاده، اللي هيروح ورا حد تاني مع السلامه ان شاء الله. بس فلما ترى اصحاب موسى فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى إنا لمدركون. يعني يا نهار اسود، ولام التوكيد دي تديك يعني الرعب. الرعب ده يا عم. فهنا بقى طبعا بين مسافه إنا لمدركون وان سيدنا موسى يرد كلا، قال كلا ان معي ربي سيهدين. المسافه دي عارف لو هو قال اصحاب موسى إنا لمدركون فقال كلا، هقول لك ما فيش وقت ان الدجال يعمل حاجه. انما ما دام قال او لو جت ثم يا طبعا ما جتش. انما بس ما دام لا دي جت ولا دي جت، يبقى في مسافه من الوقت ان يبدا بقى ايه اللي انت عملته فينا؟ ادي احنا هنتذبح، انتوا هتتذبحوا يا رجاله، انتوا يا ست بصوا عيالكم دول هتشوفوا. فطبعا عملوا ثوره، عملوا ثوره على سيدنا موسى. تخبر حضرتك يعني ما هو بعضهم حتى لما عبر بعد كده لا قد اذينا من ساعه ما شفناه. وحتى بعد لما بتسيبنا وبترجع هي البلاوي بتيجي من وراك. هو صاحب الوساوس دي. لا يمنع ان ممكن ابليس صنعه معاه يوسوسه واشتغل. شد حيلك، ما انت الراجل بتاعي بقى. تمام. وطبعا معاه جوقه ابن الروح. تمام. ومعاه جوقه بتروج زي اللي انت تشوفهم كده يعني. انثى العنكبوت تطلع تقول، مش عارف مين يطلع يقول، ذكر العنكبوت يقول، وتلاقي ايه جوقه موسيقيه عماله تنشر كلام كله خراب يعني. ضحك بعيد عن الهدي المحمدي. فهنا كلا ان معي ربي سيهدين. دي بقى بقولها لكل الامه المحمديه، خلي بالك ان معي. كان ممكن يقول ان معنا زي في الغار. لا تحزن ان الله معنا. ان الله معنا. انما هنا لا، ان معي. ليه؟ عايز ربنا سبحانه وتعالى يوقف كل مسلم اذا حلولكت الامور حواليك. لقيت مثلا عشيرتك واهلك وقرابتك زي ما حصل مع الواحد شر في شر في شر، حقد حسد، انت بدات تبعد عنهم. اطمن، ما دام قلبك معلق بالله سبحانه وتعالى، ما دام حياتك مع الله سبحانه وتعالى، نظمت منظومتك مع الحق مش مع الفساد، تمام، مع الامانه مش مع السرقه، عيش ان انت مع الله ومع القيم الاسلاميه اللي انا بتكلم عليها. بقول يا جماعه الاسلام مش حدود، انت بتكلمني في فقه جنائي. الشريعه مش كالشريعه، عدل، امانه، خلق. بكل اسف
بعيد القصه دي لا تناقش تمام، انما هم لا عايزين يبقوا حكام وغيرهم يبقوا حكام وعيل يعمل لي جلابيته مش عارف ايه، والزي الباكستاني ده هو زي سيدنا محمد. يعني حسبي الله ونعم الوكيل في الصوره الدجاليه اللي عماله تقدم عن الاسلام.